شو يا بي؟ شايف واحد اجا؟ اشيد راسي شهر 60 عمره بعد اجي بالناقص اللي بيجي اهلا وسهلا واللي ما بيجي حتى 60 سلامة. والله ما بعرف يا بي شو بدي لك. قوموا شوف مين قوم. لو عارفاني ما حدا رح يجي ما كنا كترنا كل الاكل حرام هذا كله بينكب. شو ها؟ ينكب؟ ليش ينكب سيد راسي؟ ليش ينكب؟ الله وكيلك الله وكيلك تركني اياهم لاجي لك اياهم جني الله وكيلك. تفضل شيخي. اهلا عليكم. اهلا اهلا ديبي خانم يا ديبي خانم شو بدي؟ يا ديبي خانم زكاتك بدي تسقيني دمعة مي تكرم عينك بس ديري بالك ها بعد العشاء ما في تشربي مي وأنا الصبح لما بيجي بطالعك مثل ما بدك والله يكون بعونك اجي ولاقيكي عاملتيها غير كوي ما بكويكي خلص دخيلك والله لا خلص مثل ما بدك وهي شفنا له محل بسوق الصوف واستكرينا له اياه وراح اعطيه دفعه لحتى يشتري له شويه صوف وقطن ويبدا لحاله بس بقى بدي هو يفتح عيونه مو مقضي لي اياها نوم وسهر وميدان خيل لك الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا يا حق والله يا ابن الحلال خيره ما في منه بس ما بعرف ليش انت بتضل ظالمه ان شاء الله اكون انا غلطان شو بزعل ايه لقوم شوف مين مين انا ام شاهر افتحي ام خيره ابو خيره فوت على الاوضه جاي لعنا حريم ام شاهر العياش وشو بدها ومن ايمتى في زيارات بينه وبين بيت العياش لك هلا مو وقتها فوت على الاوضه مو حلوه الحرمه واقفه على الباب يا ميت أهلين وسهلين تفضلوا تفضلوا الله يسلمك في أهلا وسهلا الله يسلمك الله يسلمك أهلين أهلين فهمية أهلين وسهلا كيفك حالك مشاهد أهلين خالتي الله يحميكي ويحرسك كيفك فهمية يا أهلين تفضلوا تفضلوا تقبل قلبي هتطلع ما أحلاه أهلا وسهلا تفضلوا على المضافة يلا نور البيت والله بأهله يا ميت اهلين وسهلين تفضلوا على الصدر صدوره للبدوره يخلي لي اياك تعبري قلبي تسلمي والله انت صاحبه ملء واجب يا ام خير الله يخليكي هيك ها خلينا نشوفكم والله انتم بالقلب يا ام خيره بس الله يلعن الشيطان ايه والله الله يلعن الشيطان شو وينها سعاد وين راحت راحت تغلي لكم قهوه سميحه يا سميحه يلا خلصيني ليتني هاي عم اجيت شو وين وضع؟ قال ما بده يروح شلون ما بده يروح يعني؟ ما أنا المشوار كله عامله مشان يفرفح عن قلبه وضع؟ ايه يا بي؟ يلا يا بي مشان تروح معنا يلا لا يا بي روحوا انتو أنا بضل هون بدير بالي على البيت والحاصل لا يا بي ما تكلم ديبو رح ينام بالمضافة وبالنسبة للحاصل أنا وصيت دعاس والشباب يديروا بالهم عليه با يلا البيس وتعا معنا الله يرضى عليك طيب يا بي روحوا انتوا وانا بلحقكم على الفرس لا تعوق ابني ضايع عليك ها خلص يا بي ما بتاخر سميحه ملي السك يا بي حاضر يا بي مخيرو يا مخيرو ايه ابن عمي بدك شي من السوق انا رايح جيب لنا معك شويه لحمه خرش الكبه الله يخليك ماشي شو بدها ام شاهر ام شاهر جاي تخطب سعاد لشاهر شو مين قال انه عندنا بنات الجواز طوى
طول بالك يا رجال، وطي صوتك. ما بدي وطي صوتي، فوتي لي لكلمتين ولا تغطى هون، ما عنا بنات الجواز والله يا عان. الله يخليك يا رجال، بوس ايدك استرنا بهالفضايح. روح روح، الله معك. مين؟ انا مصطفى. ها وشو بدها الاخرى؟ شو بعرفني؟ روح قلعها هي كمان. انا فايت على غرفتي لبين ما افتحي لها الباب. صفوان. اهلين بخير، كيفك؟ شلونك؟ اهلين الحمد لله. تفضلوا. اهلين. شلونك خالي؟ منيحه. شلونك وشلون خيرو؟ الحمد لله، هو بخير وانا بخير. يبعت لي حمى، ما لها قصه غيركم، بتموت على سيرتكم. مالك علي يمين، مالك علي يمين، صار لي يومين عم تنق علي، بدها تجي لعنكم. يا ميت أهلين وسهلين، تفضلوا على المضافة. مشاهر عنا هي وبنتها. هي كمان مشاهر هون. إيه الحمد لله، يلا منكسب شوفتها. اشتقنا يعني. لها صرنا زمان ما شفناها. تفضلوا تفضلوا. أهلين مشاهر. أهلين أم صفوان. والله اشتقت لك. اشتقت لك العافية وأنا كمان. أهلين خالي. أهلين فهمية. تفضلوا. الله يزيد فضلك. كيفك سعاد؟ منيحة خالي. يو ليش زعلانة؟ لا مالي زعلانة. عيونك مغرغرة. ما فيها شيء، كانت عم تقشر بصل مشان هيك عيونها مدمعة. يلا بالإذن. قاعدين امشاهر لسه ما شربنا الشاي. تقعد عندك العافية، شايتكم مشروبة. كفيتوا ووفيتوا ويكتر خيركم. تعي لعنا امشاهر. إن شاء الله إن شاء الله. امشاهر والله ما شبعنا منكم. حبيبتي تسلمي. تسلمي خالي. شو القصة يا ترى؟ هي أكيد جايبة بنتها تتحشى بمناخير مخيره. شبك يا مطاح؟ ما في شي تقبرني، بس كنت متمنية تكون رويدة معنا بهالمشوار. يلا بسيطة، كله اسم النصيب. بكرة إن شاء الله بس نرجع بتشوفي له شي بنت حلال وبتخطبي له إياها، ونجي كلنا سوا ونقضي لنا كم يوم هون. أهلين. هاي اجا وضاح. اهلين يا ابي. اهلين. شلونك امو؟ وقديش معه ذهب هذا ابن جي؟ كثير. بقولوا بالحاره انه معه اكثر من 100 ذهب. اوف، ومنن له كل المصاري؟ منن له كل المصاري؟ لك هذا ابو نجي بأضافه ذهب. عنده دكاكين بسوق الحمدي، دكانتين بالحاره، وطالع كل شهر بياخذ كراهه، لكن ما بيصرف منهم برغوت، كحته وعلى باب الله. معناتها نحن احق منه بهالمصاري. اي والله. إذا كان هيك لازم نعمل له خطة مرتبة ونجيب منه كل الذهبات وما نخلي له ولا ذهبي. شو علي؟ أنت فصل ونحن منلبس. حضروا حالكم، أنا رايح حط علف للبقرات وراجع. رو ساعدة؟ لك شو تساعدني؟ بجوز الحج يكون هنيك من غير شي، هو كرهانك وما له طايقك ومفكر إنك ما عم تجي لهون بنوم، فخليك مقبور هون على قامتك أحسن لك لبين ما أروح وأرجع. تمر عقيد. السلام عليكم. عليكم السلام. آخ يا ضهري آخ. شو لساته ضهرك عم يجعان؟ ضهري ما عم يجعني كثير، بس اللي عم يجعني ومقلمني إنه مالي ظهر. شو قصدك؟ شلون يعني مالك ظهر؟ البني آدم يا أبو حجر بشد ظهره بأهليته، بس اللي مثل حكايتي ماله لا عزوة ولا ظهر يحميه. لك شو هالحكي يا أبو شرار؟ نحن وين رحنا؟ انتو على العين والراس عمي، على العين والراس. منو هذا جاي نحنا؟ لك هذا شاهر ابن عمي. يعني خوش بوش؟ لك شو خوش بوش؟ هذا ناويلي على الشر. لك شو هالحكي؟ لك تحسيني يا واطي. أهلين ابن عمي. ابن عمك؟ تعال سيدي مراسلك. لا طول بالك ابو ضاي، انت ما دخلك اخر هيك، في حساب بدي صفيه بيني وبينه. بس كم ما اخرت؟ بتكون زنيت على حالك. لك انا بحجر ولك؟ ايش تبي هوي؟ ايش تبي هوي من شواربك؟ هلا ماني فاضي لك حسابك بعدين. وقف لك واطي. داخل على الله وعليكم.
تحسين عمي وضح شهر بن عمي لحقني بده يذبحني. انت يا وطي وضح تأمر يا عمي وضح. هذا انتو؟ ايه هذا نحن وتحسين بحمايتي شهير. امرك مختار. تحسين شو في بينك وبين شهير؟ الله وكيلك يا مختار ما في شيء، نفس القصه القديمه. يلا روب حال سبيله. اوعك عيني تلمحك بالحاره. امرك مختار امرك. خلص غالي، الزلمه كفانا خيره وشره. ايه مختار، بس هذا وسخ سمعه العيله. سمعه عيلتكم ما حدا بيطلع له يوسخها شهير. شو جاي مشي؟ لا تارك فرسي بين الشجرات. يا بي برضاي عليك خد الفرس وجيب له خيله لشهير. تؤمر يا بي. تفضلي زكية خانم. سعدو هلا ام شاهر جايبه فهميه لعندكم مشان تشوفوها وتخطبوها لخير وما؟ ايه لا عم. ايه والله عيب. مو عيب سعدو؟ ايه بلا عيب. سعدو بدي اسالك سؤال، مين احلى انا ولا فهميه؟ شبكي ليش ما عم بتردي؟ مين احلى؟ لك شو؟ شو في؟ عم قلك مين احلى انا ولا فهميه؟ لا انتي احلى. شو جاب لجاب؟ تسلمي حبيبتي. يعني انتو بتكون تخطبوا له اياها؟ لمين؟ لك لخيره. لك ومين جاب سيرة خيره؟ يسلموا هديات يا ديبة. هدياتك ام نصري. دخلك؟ شلون لقيتي لي ام تحسين؟ ما في احلى من هيك. يو هي أول مرة بسمع حدا بيقول على أم تحسين ما في أحلى من هيك، مع إنه مرة قارحة وسفيهة. إيه معك حق، بس لا تنسي أنا ديبة كمان. بدي أسألك، ما بتسبك؟ ما بتتنكت بوشك؟ لا أيو، شو تسبني؟ بشل لعيونها. يا لطيف غريبة. لا مو غريبة، لأني شلت لها لسانها وركبت لها غيره. يو، تقبريني هي ما فهمتها. ركبت لها لسان نص نعل. وما بتقلي غير ديبة خانم. لا لا هاي ما بصدقها بنوب بنوب. اذا مالك مصدقه امشي روح انا وياكي زياره لعندها وشوفيها قديش مؤدبه وهنيه. والله بدي روح وشوف بعيني. بس دخلك بدي اسالك لساتها؟ اي والله هالشغله بس ما قدرت بطلها اياها. كل يوم بيجي بلاقيها غرقانه، بقوم بغسل لها الشراشف واواعيها وبطلع لها الطراحه بشمس لها اياها. والله ماني عرفانه شو بدي اعمل، بس إلا بطل لها إياها هالعادة. أبو رضا؟ إيه؟ عم دخيلك أبو محمد ما عم يفتح دكانته، يعني بنته لساتها تعبانة؟ والله علمي علمك، أنا عم بستر لها كمان مشان بارك له. ليش بدك بارك له بقى سيدي؟ ليش ما دريت أبو محمد صار من عضوات الحارة؟ لا علي الحلال ما أدري. أبو محمد صار من العضوات؟ بدك إيه لك الرجال ما عليه حكي بنوب، بيستاهل. ايه شو يا شباب؟ كمان ما فتح ابو محمد اليوم؟ لا سيدو على ابو محمد صاير مع عضوات، شغلته تعلانة كثير. ولك الله يكون بالعون. بنته مرضانة صاير معها هوا اصفر وقاعد جنبها ليل نهار. شو الحكي يا ابو صفوان؟ لا تقولها يا رجل. يا سيدي مثل ما عم قلكن. طيب شلون بين معك انه معها هوا اصفر؟ انا اول ما شفتها انا عرفت انه معها هوا اصفر، بس ما رضيت احكي لاني ماني متاكد. بس لما اجى الحكيم البدوي طلع فيها هيك قال هاي البنت معها هوا اصفر. يا لطيف الله يجيرنا. وهذا المرض بيعدي ما هيك ابو صفوان؟ بيعدي. لك هذا وبا وبا الله يجيرنا. يا لطيف يا لطيف الله يعينه على المصيبه. مشان هيك بدكم تديروا بالكم ما تعدوا معه مشان ما تنعدوا. ليش هو انعدى من بنته؟ لكان اذا بيقعد معها شوي بينعدى، كيف هو عايش معها ليل نهار؟ الله يسترنا، معناتها هذا ممكن يعدي الحاره كلها. هذا الوبا ممكن انه يصيب كل الناس. وشو الحل بنظرك ابو صفوان؟ شو حلتها؟ صعبه صعبه كثير. هلا البداوه لما واحد منهم بصير معه هوا اصفر شو بيعملوا فيه؟ بياخذوا له مكان بعيد 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 وبيصفوا له خيمه وما بيقربوا عليه، بيصيروا بيرموا له الاكل والشرب لعنده رمي. بعدين اذا اضطروا يقربوا عليه بيتلتموا وبيلفوا ايديهم بخروق وبيبلوها بمي، ولما يرجعوا من عنده بيحرقوها كلياتها
ما بيخلوا منه شيء وبيتركوه قاعد هيك لحتى رب العالمين ياخذ امانته. لله يا رب يسترنا يا رب يا رب. دنيا الله يكون بعونك يا ابو محمد، والله ما بيستاهل. لا والله يحرم علي يتجوز وحده غيرك يا رويدة. رح روح ساوي لكم قبل شاي، شو رأيك سميحة خانم؟ اي والله يا نبيها يسلم ايديك. ايه على عيني. وضاح كل هالقد بتحبها؟ شو؟ عم قول كل هالقد بتحبها لرويدة؟ الله يستر عليها اختي، الله يستر عليها. رويدة راحت وصارت على عصمة زلمة تاني، كرمال الله لبقى تجيبي لي سيرتها بنوب. والله قلبي حاسستي انه هجوازة ما رح تتم. وشو عرفك انه ما رح تتم؟ ما بعرف بس يعني هيك قلبي حاسسني. العافية يا مو. أهلين يا مو. الله يعافيك. أهلينك. شلونك فهمية؟ الحمد لله. ايه يا مو رحتي على بيت بخيرو؟ يا مو ومحتي أكل لأخوك. حاضر يا مو. ما جاوبتيني على شو يا مو؟ رحتي على بيت بخيرو؟ ايه رحت بس البنت ما عجبتني. ما عجبتك؟ كان طاير أعلك فيها، هلأ صار ما عجبتك؟ قولي ما رضوا يعطونا يا مو. لا تقولي ما عجبتك، خجلوكي أمي. قلتلك ما تروحي، ما صار لو رحتي. وشوفي هاي يا مو، كل الناس بتروح بتخطب من عند بعض البعض، بعدين بالنهاية تقبرني كلها اسمي ونصيب. بس وحياة عينك لا أخطب لك أحلى منها وأكمل منها، بس يضرب قلبي عليها. يعني كانت هي وأمها طاير عقلهم من الفرح لما عرفوا أنه نحن رايحين نخطب من عنده. شو هالحكي؟ يعني البنت كان لها خاطير؟ أي والله يا أمو هيك أحسيت، وأمها ما صدقت. معناتها بس أبطمز اللي ما كان رضيان ما هيك؟ يا عيب الشوم عليكم، لك بشرفكم مو خجلانين من حالكم؟ يا حيف على هيك رجال. إلو هو صاحب المشكلة، ولما شافني على عقد مد عمه راح تخبى ورا الشجرة. لا تغلط أبو حجار، أنا أبشرار لا بهرب ولا بتخبى، بس شوفت عينك جرحي لساته تازة والشبرية وقعت من إيدي. تضرب منك إلو. صابونه جايبنا اياها عشان نتحمم فيها. الله لا يوفقكم، لك شو تتغسلوا فيهم؟ هاي كل صابونه مكلفتني برغوت، بدكم تدفعوني 3 براغيت لحتى تتحمموا؟ يا ابي والله ما عم نقدر نعمل ليل، طول الليل عم يحكنا جسمنا وشعرنا من الامل، اعطينا بس صابونه وحده بركه دم بيروح الامل. يقصص امرك على امر الامل، شو بدك يعني؟ صابونة وحدها انتي وامك واختك تتغسلوا فيها. يا بيو هي صرت الورق فيها طحين ولا سكر؟ الله لا يوفقك، ولك هذا سم للامل. روحي من خلتي انتي واختك. صابونة وحدها، صابونة وحده وما ترغوا كثير. يلا نشوف. وهلا شو صارت؟ ما تحسنت؟ يا على قامتي عليها. لا والله يا رجال ما تحسنت. يا لطيف شو صار له البنت؟ يعني من يوم ما كتب كتابه ضحفت هيك خبط لزق. شو أكلة شو شربانة؟ والله يا رجال ما أكلت إلا من الأكل اللي عم ناكل منه. بسيطة، أنا بشوف عم أبو صفوان خلي يوصف له دواء يناسبها. لا يا رجال ما في داعي، أنا عم بسقيها زهورات وبابونج وبإذن الله بتتحسن عليهم. إيه مثل ما بدك. صحيح ذكرت المرت عم أبو صفوان زعلانة منها لأنه ما قامت سلمت عليها. يو دخيلك وتزعل، بنت ما لا قدرانة توقف على حيلة شلون بدها تنزل تسلم عليها؟ بعدين هي هيك كل عمرها فتانة وبتحب النق. هذا كلام صحيح. ما حكيت لك شو ورطت أخي أبو صفوان مع صوره وأتعرض عليه بنته مشان يخطبها لوضاح؟ شفت يبعت لدى السل على هالعملة. لا كلكم وصهرنا المحترمكم. مين أبو وضاح؟ لك أنا أبو وضاح عملك صهرنا الجديد صفوان أفندي. شبه قليل الأدب
لك انا بحياتي ما هضمته لانه دائما شايف حاله متعجرف وما زالوا هيك. ليش لحتى تعطيه رويدة؟ لك يا ام عبدو اللي صار صار. بعدين يعني انا انحرجت من اخي وصهري والعقيد، وثاني شيء الولد بيكون ابن عمه، يعني الناس بدها تجيب ملامتي اذا ما اعطيته. بعدين انتو كان عاجبكم. ايه يا ريتك ما اعطيته. يا ريتني ما اعطيته. ليش حضرتك ما كنتي موافقه فرحانه ليله اللي كتبنا الكتاب؟ ايه مبلا مبلا. وبالعلامه وقت فتت قلت لكم كتبونا كاسه شاي، قلت لك انه اخي وصهري والعقيد جايين يخطبوا رويدا، وقتها ما بين عليك انه مالك خاطر. هلا شو بده يفيد الحكي يا رجال؟ يلي صار صار. شو قصدك؟ شو قصدك معبدو؟ ام صفوان لعبت فينا كلياتنا يا رجال، مو بس بجوزها. شلون بقى؟ يا سيدي اختك ام وضاح كان إلى خاطر تخطب رويدة لابنها وضاح، ويوم كتب الكتاب اجت لعنا العصريات وقالت لي ليش حاطتها على وشك؟ يا بي قرفان مني شي؟ لا يا بي ليك عم تحكي؟ أنا أعرف منك؟ يلي كاتبه الله بده يصير. العنين يعني صبحية لعبت فينا على كيفة. اي والله يا رجال اي والله. بس أنا بأي وش بدي أقبل أبو وضح وأسأله؟ لا 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 هي مو واردة منوب ستي، هذا نصيب. شو بدنا نسوي؟ هلا يا ترى رويدة بتكون نايمة ولا فايقة؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. شو يا بي شايفك سهران لهلا؟ إيه والله يا بي ما إجاني نوم، يمكن تغيرت علي النوم شوي. ما بيصير هيك يا بي، الله يرضى عليك بتتوضى وبتصلي لك ركعتين وبتتعوذ من الشيطان الرجيم وبعدين بتنام. وضاح انا وابنوري رح نصلي الصبح بجامع الضيعة، تروح معنا يا بي؟ ايه يا بي بروح معكم. لكان قوم الله يرضى عليك توضى وخلينا نتيسر. يلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. سلام عليكم. رواق معلم وضاح. مروق. كل مشكلة وإلها حل. صدقني ما في شيء بهالدنيا مستاهل الزعل. ايه ابن مر والله نبيها معها حق. بصارة بزاجة بصارة. ها هي عصرية البصارة. شو رأيك معلم وضح نادي لو خليها تشوف لك سعدك وحظك. حظي. ايه ايه نبيها ناديلة ناديلة عصرية تعي لهون شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اقعدي وشوفي لي بخت المعلم وضح. ايه مو على عيني. حط ايدك فوق الفال واضمر يا اخوي. دمرت يا اخوي؟ دمرت. قلبك كبير وابيض مثل الثلج، وبداخل هالبياض في مزيونة ما تقول عنها إلا القمر بليل التمامة. ايه يا ولداء هالمزيونة مربوطة بخيط
وهالخيط يشد هالمزيونة، بس هي ما تريد تروح معه. المزيونة متمسكة بهالثلج، وهالخيط من كثر الشد لا بد انه ينقطع. يعني بينقطع ولا لا؟ بدنا الله ينقطع يا خيي، ينقطع. الله يبشرك بالخير. ايه كملي. رح تبقى هالمزيونة محبوسة بقلبك. وشو كمان؟ ليش سكتتي؟ شو عصرية؟ شفتي شي ماله منيح؟ يا خيي، هالقلب الأبيض قدامه طريق طويل طويل يذوق فيه المر والعذاب، بس هالقلبين لابد إنه يلتقوا. ايه وشو كمان؟ كافي يا أخوي كافي. عصرية كملي. يكفي يا خية. عصرية والله خوفتينا. لا تخافي يا خية، المكتوب عجبين لازم تشوفه العين، وإن شاء الله ما يصير إلا كل خير. بس لي عندكم طلب يا أولادة الكرام. تفضلوا لي. يوم يلتقوا القلبين ودي منكم البشارة. ايه تكرم يا أحلى بشارة، بس هيزل تقول قلبي. تقبر قلبي هالسميحة شو حنوني، ما عم تترك أخوها ولا تكة. يا لمين بدها تطلع حنوني؟ مو لأمها. واللي على قلبي عليه، لا عم ياكل ولا عم يشرب مثل العالم والناس، لا ليل وليل ولا نهار ونهار. يعني هو معه حق يزعل، بس المفروض يومين ثلاثة وينساها. شو والله ما خلق غيرها. الولد بيحب بنت خاله يا أبو وضع. ودخلك إمتى شافها لحتى يحبها؟ يوه ابن عمي، ما هنن معلقين ببعض من وقت كانوا صغار. وهي بتحبه؟ هي أولي على قامتي، كانت رح تقتل حالة لما عرفت إنه انكتب كتابها على صفام وعلى وضع. لا إذا هيك أكيد ما وحد، ربنا بيكرمه وبينسيها إن شاء الله. مين جاينا؟ وضاح وضاح، طلع هداك مو خالك أبو صفوان؟ نعم نعم، لحقنا لهون كمان. قوم خلينا نشوف خالك شو. لاني رايح ولاني جاي، شايفين كثير مشتاق له. خليكم يا ابني لا تتحرك. يا الله السلام عليكم. وعليكم والله السلام. ما بدوم والله ما بدوم. شو واجبك؟ اهلين اخي، والله شغلت لي بالي. طارق مشوار من الشام لهون بهالشوب، ان شاء الله ما في شيء. مصيبه يا اختي، مصيبه وحلت علينا. قلت مالي غير صهري ابو وضاح احكي له القصه. خير ابو صفوان؟ صاير شيء بالحاره؟ الضابطيه اجوا بدهم ياخذوا صفوان على الاخذ عسكر. ايه اما تخبيت هالولد على السقيفه، قلت له الولد مو هون مسافر، كل ساعه بدقوا علينا بالدنيا. قلت مالي غير صهري وحبيبي ابو وضاح احكي له. طيب ما شفت ابو ادهم وحكيت له؟ شفته يا سيدي وقلت له. شو قال له؟ قال لي والله ما بيطلع بايدي يساوي شيء. بسيطه تنحل ان شاء الله، تنحل ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. تفضل عديل. من ايد من ادم يا ديبو. تفضل عمي ابو صلاح. لك ربي يسلمون. شو بده يعني؟ يروح معه على الحكم الدارية ودبر الشغله من هنيك. قال برقدا بغض النظر عن ابنه ما بياخذوها العسكريه. ايش هو عليه اذا كان بيطلع بايدك؟ روح دبر له اياه. بعدين الولد وحيد ما لازم يروح على العسكريه. فشار، خليه ياخذوها العسكريه بركي بيتربى. زاثا من لما خطب بنته لابو عبده وعمل هذيك الشغله طلع من عينه هو وابوه. بعدين يا ابو صلاح، هذا اسمه جهاد وهذا تهرب من الجهاد، لانه جهاد فرض وواجب. انو جهاد؟ ها هي حرب مالنا فيها لا ناقه ولا جمل. يعني هذا مو جهاد في سبيل الله يا ابو ادهم. انا ما دخلني، قلت له ما بيطلع بايدي يساوي شيء. ايه وبعدين؟ ولا قبلين الزلمة حمل ضرب طريقه ولحق أبو وضاح على المزرعة. لهنيك لحقه؟ لهنيك. لك الزلمة بده يغير جو، بده يقعد له يومين ثلاثة بالمزرعة هو وعيلته، بتلحقوا المشاكل الحارة كلها لهنيك. يحكك حريش الشرعي. يا مو شلون صار أبو حده معك؟ والله يا مو أبو حده ما في منه. أي والله ما في منه. بعدين يا بنتي الحياة بدها مسايرة، والرجال شو بده من الحرمة غير إنها تمشي مثل ما بده وما تخرج عن طوره، وتعمل له لقمة طيبة وتحاكيه كلمتين حلوة.
بس هيك يا مو؟ اي بس هيك يا مو. شو لك يا؟ يعني ما بده اياها تجيب لولاد؟ انت على لسان اللي الك الواه الواه بسبع شطلات. ايش شو حكينا يا مو؟ يعني اذا ما بتجيب لولاد بده يتجوز عليها مو هيك؟ لا مرتب الاوضه لاخوكم يا مو. نعم يا مو. شو صار بالمشوار يلي كان بعتنا عليه شهر يوم اجى ابو حده ورجعني على بيتي؟ يا مو هلا ماني فاضي نحكي بعدي. ضبي لي لسانك ضبي لي. حاضر. فهمية؟ شو سك يا شو هذا؟ حلق ذهب هدية مني ومن أخوك أبو حدو. عن جد؟ إيه عن جد لكن عن مزح. وشو سبب هالهدية بقى؟ ولا شي بس حكيت له عن الفصل الناقص يلي عملتيه فيني لما كنت عندكم. شلون أخدتي مني الحلق؟ شلون رجعتي لي إياهم؟ قام قال لي لازم نجيب له حلق مثل حكايته نهديها يا. يسلموا إيديكي وإيدين أخي أبو حدو يا رب. لك الله يسلمك ويفرحني فيكي إن شاء الله. فهمية؟ مين هن هدول العيلة اللي بدو يخطب شاهر من عنده؟ لا تذكريني مشان الله. بيت أبو خيره. سعاد بنت أبو خيره؟ سعاد ما غيره. ايه ورحتوا؟ رحنا. ولك ايه فهمية احكي لي بقى لك احكي. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. قلعونا. شو؟ مثل ما عم قلك قلعنا أبو خيره. يبعت لي حمّة. شلون عمل هيك؟ احكي لي. السلام عليكم. السلام. السلام. أهلا وخيرو. أهلا وسهلا. كيفك؟ وين وين معلم شاهير؟ ما كملت الشاي تبعك؟ عندي شغل عم يحزن فيك. السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. شكرا يا سيدي. معوضين معلم شاهير. الله معك. لك بالعادة أنت بتطلع من القهوة إذا شفت شاهير قاعد. هالمرة هو طلع لما شافك فايت. شو عدم بداية ترى؟ هذا مطموز مني. أوف ليش شو صاير بيناتكم هون؟ صاير شي جديد؟ إيه. شو صاير؟ الحكي بسرك قفشته قفشت حياته كلها. وشلون قفشته؟ هذا يا سيدي باعت أمه بكل عين قوية إلا تخطب بنت من بناتي. شاهر؟ إيه. والله كتير منيح. هيك بتصفى القلوب وبصير بيناتكم مصاهرة وصلة رحم. لك شو عم تحكي يا أبو زهدي؟ بعد كل اللي عملوه فيني بدك ياني صاهرون ما فشلوا؟ ايه يا ابو خيرو هي مالك حق فيها منوب. رح ازعل منك. ها شلون بدك ياني صاهرون بعد كل اللي عملوه فيني يا ابو زهدي؟ لك يا ابو خيرو الجماعه مدوا ايدهم للصلح اكثر من مره وانت لساعته قلبك معبى منهم. وصدقني ومالك يمين علي لو انهم معتدين عليك او مآزينك ما كنت قلت لهم مرحبا. الجماعه ما بدهم يبيعوا البيت وانت بتعرفهم ما بيحبوا يبيعوا شيء من املاكهم وهذا حقهم. أخي بالنسبة لي الشغلة شغلة مبدأ. لك شو مبدأ ما مبدأ؟ الدنيا فانية وما حدا بياخذ معه شيء. هلا رح تشيلنا من سيرتهم ولا امشي؟ لا لا جبنا شاي تيسير. على راسي معلم. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين بأم وضاح. أهلين فيكي تقبريني. شو قصتنا أم وضاح؟ مو على بنات عدولكم كم يوم بالمزرعة شايفة ما طولتوا. والله يا مرتخي إجا لعنا أخي أبو صفوان. قال صفوان بدهم ياخذوه على العسكرية. وبده من أبو الضحي دبره وما يخليه يروح. يو لهلا لحتى عرفوا قيمتكم. والله أنا ما بلومه لأنه هالكرنيبة مشيته مثل ما بده. يو وهو شلون بيقبل على حاله أنه حرمة مشي على كيفه؟ مرتخي هلا قيميني من سيرتهم طمنيني شلون رويدا إن شاء الله صارت أحسن. يا على قامتي عليها يا أم وضح من يوم ما صارت هالخطبة وهي عم تنقل وتنسم. يبعت لي حمى إن شاء الله. قومي قومي خليني شق عليها قلبي عم يغلي عليها مثل النار. قومي تقبريني. كاسي بحبك. كاسي والله بحبك أنا. والله لا يوفقك يا بنت الكلب. ضيعتيني وشردتيني وحرمتيني من شوفة أمي وأبي وإخواتي وأهل ضيعتي. ولي على قامتي ليش عم تبكي؟ دلال صار لشي؟ ما صار لشي يا حرمي ما صار لشي. لكن ليش عم تبكي؟ أكيد دلال صار لشي وما بدك تقلي. لك وحدي الله يا حرمي عم قلك ما فيها شي. لا إله إلا الله.
دلال يا مو دلال. شبك يا مو؟ تقبري قلبي ان شاء الله يا مو. موجوعة يا مو؟ يا مو بطني وراسي عم يجعوني. ان شاء الله الوجع لقلبي ولا بطني ولا راسي يا مو. بس يا حرمي بس بقى، هذا امر الله بدنا نقبل فيه. حاجة تقولي لو يا ريت. وينو البنات؟ ماني شايفون. ليكن بالأوضة ان شاء الله بموت. مانن قدرانين يوقفوا على رجليهن من جوعهم. خلاص ان شاء الله اليوم بروح بجيب لهم شي ليأكلوا. ولك يا رجال، روح على هالدكاني وافتحها، بلكي بتتسبب. وانا بضل عند دلال بدير بالي عليها. قلتلكم ما حدا بيقرب عليها غيري، ولا نسيتي يمين الطلاق؟ لا ما نسيت. تفضل علي يا ابو سلطان، تفضل. وان شاء الله المختار ما بيرجع من السرايا الا حل لك المشكله. الله يسمع منك يا ديبو، والله يسمع منك. يا شباب الحكم دار، الولد وحيد، وحيد لاهله. وهن مبلغين الاخذ عسكر انه الولد وحيد؟ والله ما بعرف، بس ما بظن، لانه اذا بدهم يبلغوا الاخذ عسكر انه الولد وحيد لازم ياخذوا اثبات من عندي، وهذا الشيء ما بتذكر انه صار. والله ما بخفي عنك يا ابو وضاح، وضعنا مكركب شوي، وخاصه بعد ما اجى الحاكم عسكري جمال باشا. مثل ما بتعرف الحرب علقانه، وعم ياخذوا على العسكر اول باول. وضعنا محرج يا ابو وضاح، محرج. بس نحن قاصدين الله وقاصدينكم سيدنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا راح اعمل اللي علي وان شاء الله بصير خير. الله يطولنا عمرك يا باشا، نحن قاصدينك وما قلنا غير الله وغيرك. وبعرف يعني وقت بدكم شيء سيدنا عدم المؤاخذه يعني بتقدروا عليه، ما حدا بيرد لكم طلب. هذا الحكي صحيح يا ابو وضاح، بس مو هلا. هذا الحكي كان قبل الحرب وقبل ما يجي جمال باشا على الشام. هذا زلمة ما عنده دقن مشطة يا ابو وضاح، ما بيرحم. هذا من اركان الدولة العلية. لك يا سيدنا، نحن بنعمل اللي علينا والباقي بنتركه على الله، وهذا الشيء مثل ما قلت لك والله ما راح انسى لك يا بحياتي. تكرم يا ابو وضاح، انا راح اعمل اللي بقدر عليه وان شاء الله بصير خير. سيدنا من بعد اذنك، يعني في خروفين انا قايمون على حسابكم. ما بدنا غير سلامتك يا ابو وضاح. ولو يا جناب الحكم ده، اصلا هدول عم يتربوا بالمزرعه على اسم جنابكو. مو مشكله، ابعت لي اياهم على المزرعه يا وضاح. مشكور. لا شكر على واجب. وحلوان فكاك الصبي من العسكريه حاسبين حسابه. مشكور ابو وضاح. ولو واجبنا هذا. اي سيدي بدك اسمح لنا، ما بيعطلكم اكيد مشاغلكم كثيره. يلا السلام عليكم. كم السلام ابو وضاح، الله معك. يا رب يا رب تعمي عيونهم عن وحيدي. إلهي وأنت جاهي يا رب. يا مو؟ شو يا مو؟ شو صار مع أبي؟ أمي أبوك راح يجيب جوز عمتك من المزرعة مشان يروحوا عند الحكم دار، بركي بيطلع بإيده بيخلصك من العسكرية. ما ضل غير أبو وضاح يخلصني من العسكرية. شو عم تقول يا مو؟ يا مو عم أقول جوز عمتي ما راح يساعدني ويخلصني من العسكرية. شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس والله إذا ما بيفكك من العسكرية لبهدلها لعمتك وقلل قيمتها. يا مو انتو ليش ما بتكون صرفان يروحوا العسكرية؟ ايه والله لبس العسكر حلو، ان شاء الله بيقور قلبي. ايه والله والله ما يلبس البدلة العسكرية ليطلع مثل عساكر الكراكون ويصير يخوف كل الناس. شيك لنا بتوديهم مثل الطير الطاير بترجع لعندي، لا تمهيس مثل عادتك. امرك مع مين؟ لشو؟ الله يعافيك ابو فخري. اهلين اهلين ابو جدعان. شوف ابو صفوان مسكر مش فاتح غير العادي. والله يا ابو جدعان من وقت اللي جيتوا بتكون صفوان على اخذ العسكر، سكر دكانته ما عاد شفناه بالمره. ايه خير ان شاء الله، يعطيك العافيه. اهلين وسهلين، الله يجعلك بخير. اهلين بخير. هي شو القصه ابو فخري؟ لك مشان صفوان واخذ العسكر. لا حول ولا قوة الا بالله، ما عنده غيره هالولد، بدهم ياخذوا له ياخذ عسكر. شايف هالقصة؟ شايف. الله يجيرنا، الله يجيرنا يا ابو فخري. اللي عم بيروح ما عم يرجع، واللي عم ياخذوا ابنه اخذ عسكر عم يعمل له عزاء قبل ما يروح. ايه
ما هي الحرب قايمة وعم ياخذوا الشباب على أبو عماها، بس هذا بالأخير جهاد في سبيل الله، يعني اللي عم يموت عم يروح شهيد عند ربه. لك شهيد شو يا رجل؟ هدول عم بيقاتلوا مشان الدولة العلية مو مشان بلدنا. قلتك والله بيني وبينك أنا خايف ياخذوا لي فخري كمان. إيه أبو فخري الله يرضى عليك، لا تخليه بين، وأيمن سألك عنه قل له مسافر. ما شفت المسكين أبو ياسين شلون شحطوا له ابنه؟ إيه والله مسكين، لك صار له سنة ما حدا بيعرف أرضيه. لك إيه؟ قال رايح ليدفع بدل، تاري طالع في رمان مانعين البدل، وهذا وش الضيف. لك أنا سمعت خبر إن شاء الله ما يكون مظبوط. أنا سمعت إنه هو استشهد وأهله مدريانين بالقصة. لك الخبر مظبوط، بس مو علي ياسين ابن أبو ياسين. لك عن مين؟ في واحد من الشباب استشهد رحمة الله عليه، استشهد بفلسطين، اسمه ياسين. إيه؟ الله يرحمه، الله يرحمه ويرحمنا جميعا ويجيرنا يا رب. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلي صار يطمني أمحى ولا شعيري؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. ديبو. مر مختار. يرضى عليك تاخذ طنبور وبتنط على المزرعة اللي عند ابو نوري وبتقول له ينقي لك اسمن خروفين، بتحملهم بالطنبور وبتاخذهم على مزرعة الحكم دار، وبتقول له للوكيل هدول اشتراه الحكم دار من المختار ابو وضاح. تمر معلم. شو صهري؟ بعده خروفين للحكم دار؟ الله يهديك، الله يهديك يا ابو صفوان. شو انا رايح بيعوا خواريف؟ هيك سمعتك عم تقله لديبو. لك لا، هدول هدية مني للحكم دار مشان موضوع صفوان. ليك صهري هدول على حسابي. ها انت ارتاح من الخواريف، شله للحكم دار حلوان مرتب وما عليك من الباقي. صهري يعني مش الحال صفوان ما عاد يروح على عسكرية؟ ان شاء الله ان شاء الله، وعدني الحكم دار يعمل كل جهده. مسيك عطيه هالورقة للكراكون، هي من الحكم دار مشان يأجل شغلة ابنك كم يوم. كم يوم؟ بس كم يوم صهري؟ طول بالك ولا تضوج يا ابو صفوان، خطوة خطوة عم قلك وعدني إلا ما يلاقي لها حل إن شاء الله. لك الله يجبر بخاطرك ويديمك فوق راسنا، والله بلاك ما بنسوى شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله.